هون صاحبي، قال لي والله بيتك هيك هيك بيعوضك. قال لك شو في؟ قال لي والله البيت احترق من 2014 لحد يعني من لما احترق البيت عبيت بيتي كامل. يعني هلق العمى حسبته، اذا بدي بلش من هلق بدي اشتري واشتري، العمى بدي اشتري كثير. ما هذا الشيء اللي زعجني. اجى لهون اطمن على اولاد ودق علي وكذا هيك، قال لي شو بدك؟ اهلا وسهلا فيك. يعني yardım etmemizin sebebi Suriye'den mağdur olmuş, savaştan gelmişler. El birliğiyle mahallede yardımcı olmaya çalıştık. عمروا الحيطان، رفعون، حطوا ابواب جداد، شبابيك جداد. يعني لو بتشوفي قبل تشوفي هلا ما بتصدقي. جماعة الأتراك يعني ما بيتركوا، مو بس أنا سوريين بشكل عام ما بينتركوا بالشارع، والزلمة ما قصر. وهذا يعني صارت مكانته بقلبي كبيرة، يعني مثل هالإنسان.